يجوب هواة الدراجات النارية في بنغازي شوارع ثاني مدن ليبيا بمركباتهم اللماعة بهدف إعطاء صورة حسنة عن بلدهم الذي مزقته النزاعات. وتهدر محركات الدراجات النارية عندما يمر بها هؤلاء بثيابهم الجلدية في شوارع المدينة الواقعة في شرق ليبيا، حيث كان مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. والله يا قبل الثورة كاين نظرة فينا كيحقوا في الدراجات، يحقك على الدراجة يقول لك هذا يعني مش تمام يعني، فهمتوا؟ لكن الحمد لله اللي بعد الثورة وعدي، لأن دارونا كم فيلم وثائقي، دارونا فيلم وثائقي وضحوا فيه أن السواق الدراجة ضروري من لبسة هذه زي هذا، والضروري من يضروري من الشيء هذي، فهمت؟ فوق الدراجة. وأسس النادي عام 2014 بمبادرة من حفنة من هواة الدراجات النارية في وقت كانت ليبيا تشهد حربها الأهلية الثانية بعد تلك التي اندلعت في العام 2011. وبينما كانت المعارك محتدمة، لم يكن عشاق العجلتين يترددون في تشكيل مواكب تتحدى الوضع الأمني المضطرب. نحن نبي نوروا أن بنغازي في صورة كويسة، أن حتى نحن أيام الحرب نطلع بنوروا، حتى جنة قنوات فرنسوية وإنجليزية وريناهم أن راهو مش الليبيين كلهم يحاربوا، نحن ورينا للعالم أن الليبيين راهو نحن مناش مجرمين. ويقوم أعضاء النادي الذين أصبحوا يحظون بشعبية كبيرة في بنغازي بأعمال خيرية، ويشاركون في مسيرات للسلام وفي أنشطة رسمية كالاحتفال الذي أقيم قبل أسابيع لإحياء ذكرى عمر المختار بطل المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي في بداية القرن 20.